تقريرنا القادم هو إيفنت السعودية بوليفارد وورد، عالم فوق الخيال. تنوعت المدن والأماكن، فيها 10 دول مختلفة تقدر تزورها. وإذا تمنيت تروح البندقية في إيطاليا وتعيش الأجواء المختلفة، راح ناخذك إحنا في جولة جميلة في أنحاء إيطاليا وتشوف أبرز المعالم الإيطالية في التقرير اللي يعد لنا زميلنا صالح العمري. نتابع ومن ثم نعود. الترفيه صناعة، وفي السعودية لها هيئة هيئت كل شيء حتى أصبح العالم أجمع في مكان واحد. بوليفارد وورد، عالم يأخذك فوق الخيال. بأخذكم في جولة جميلة مختلفة في أنحاء إيطاليا، بأخذكم لفينيسيا وبنشوف المطاعم الإيطالية، بيتزا، باستا وغيرها، والمراكب اللي تشتهر فيها والسيارات البرمائية. جهز نفسك واحجز تذكرتك بس بدون جواز وبثواني معدودة. انت في إيطاليا. والله القسم الإيطالي أنا بيني وبينك يعني لما دخلت حسيت قاعد أفتش عن جواز السفر ما لقيت، حسيت إني فعلا في إيطاليا. يعني البندقية والمباني والمطاعم والجلسات الكافي، أنا ما نجوعان، لكن اشتهيت البيتزا صراحة. البيتزا الإيطالية صراحة ممتعة جدا ولذيذة. القوارب أتمنى إني يعني أطب طب في القارب، بس ما بلت حيلة. بوليفارد وورد يحتوي على 10 دول مختلفة، تتعرف على ثقافتها وأكلها وتعيش التجربة في كل زاوية من زوايا الدول في أجواء خيالية وعائلية جميلة. فأنا صراحة عندي إجازة أني وليك إجازة سنوية وحاب أقضيها فعلا في الرياض أنا واحد إن شاء الله. بالنسبة للبوليفارد وورد صراحة شيء يعني صراحة مختلف، أشياء فعلا نشوفها جديدة، ثقافات حلوة، جميع الخدمات متوفرة، شيء صراحة يعني مرة ممتاز. هالأيام الأجواء جميلة ورائعة، تحمس إنك تزور الدول العشرة بصحبة الأصدقاء والعائلة. لا تفوت الرحلة واحجز تذكرتك وبتلاقيك سافر دول العالم في يوم واحد. للقناة السعودية صالح العمري، الرياض.